أصدرت عمادة الأطباء مساء اليوم الأربعاء بيان دعت فيه كافة المواطنات والمواطنين البالغين من العمر 40 سنة فما فوق الإسراع بالتسجيل في منظومة تلقيح إيفاكس والأقبال بكثافة يوم الأحد 8 أوت. مزيد التفاصيل مع عميد الأطباء دكتور رضا ثاوي. مرحبا بأهالي قروي أهالينا وإن شاء الله إن شاء الله ديما في الخير وتكون الأخبار طيبة. احنا خرجنا بيان باش نأكدوا للمواطنين اللي فوق الأربعين سنة باش يلقحوا لأنهم عرضة للكوفيد حتى عرف مازال الفيروس منتشر، وإن شاء الله بالحملات هذه التقية وبالتلقيح بالأخص الحملات هذه اللي في يوم واحد اللي يجي يسجل ويلقح، وهذه باهية احنا طلبنا بها وتجاوب وزارة الصحة مشكورة وحتى وزارة الدفاع الوطني قائمة بمجهود، وإن شاء الله نلقحوا أكثر ممكن عدد في الشريحة العمرية هذه من 40 سنة وما فوق لأنهم معرضين مازالوا معرضين لأن الفيروس مازال منتشر. دونك نأكدوا على المواطنين اللي في مصلحتهم، واحنا ذكرنا في البيان اللي التلقيح الكل ما فيها حتى اشكال وهي مؤكده من جميع اللجان العلميه عالميا وراهي كلها تحمي ضد الانواع الخطيره من مرض الكوفيد. عافانا وعافاكم الله، ان شاء الله نشوف المواطنين يكونوا في الموعد ويكونوا منظمين ولابسين الكمامه ويحترموا التباعد وما يزربوش لان الناس كل بحولها باش تلقح واحنا موجودين من 7 نتاع الصباح ل 7 نتاع الليل على ذمتهم وفي خدمتهم وما عندناش مزيه وشكرا.